مستمرين ياخذكم في جوله في فكره جديده ومبتكره تحكي قصه التاريخ بلمسات العصر الحديث بمزيج من الاكلات والمشروبات والحلويات التراثيه من مختلف مناطق المملكه العربيه السعوديه، تقدم بشكل عصري اكيد. خلينا نتعرف اكثر مع الزميله عزه شملان. صباص أو حنا من المعجم الوسيط اللي هو مرادف من مرادفات الحنين والاشتياق، عشان حنا جمعنا بين الحاضر والماضي. في البداية كانت الفكرة مبسطة جدا، انه نفتح كافي شوب بسيط، ولكن توسعنا بالفكرة لين وصلنا للي انتم شايفينه. الحمد لله اخترنا اطباق كثيرة من اكثر من منطقة، حاولنا نعمل دمج بين الستايل الأوروبي والستايل السعودي. زي ما تعرفون الأطباق السعودية أطباق عريقة والكل يعرفها، فمن الأولى أنها تكون هي توصل للعالمية، فحاولنا نوصل بهذا الشيء. خلني أمر خلني أمر خلني أمر خلني أمر مثل السحابة العابرة، خلني أمر مثل السحابة العابرة، خلني أمر مثل الشجر مثل الشجر. عملنا دمج من أطباق كثيرة من أكثر من مناطق المملكة، من الغربية، الشرقية، الشمالية، الجنوبية. يعني مثلا السليق الطائفي عملناه بنكهة الزعفران، بس قدمناه برز الروزوتو الإيطالي. عملنا الجريش بطريقة الستيك اللحم، قدم الجريش مع ستيك اللحم. عملنا الثريد ستيك كطاجن مغربي. عملنا خلية النحل. الكريب عندنا نقدمه كمصابيب كريب، عملنا بعجينة المصابيب. فدمجنا أكثر من طبق، استوحينا من المناطق اللي موجودة في المملكة وقدمناها بشكل جديد وعصري. نزلنا نكهات جديدة على السوق، وكلها نكهات طبيعية جدا. يعني مثلا عندنا الرحش اللي هو الحلاوة الطحينية، دمجناها بمشروب اللاتيه. عندنا الزعفران، المستكة، السيجنتشر عملناه بالزعتر البري. كمان عملنا دمج للسبانيش لاتيه، أضفنا له نكهة التمر. عملنا القهوة الشمالية السوداء، سميناها اسبريسو عربي. فعملنا أكثر من فكرة في المشروبات. جميع القطاعات الحكومية وقفت جنبنا، بالأخص فيهم البنك التنمية الاجتماعية، مركز دولني للأعمال، معهد ريادة، منشآت. هذه كلها كانت داعمة لنا في مشوارنا كامل. اهتمامي كان كبير جدا، وأحب أقتني الحاجات من أول، فعشان كذا وصلنا للفكرة هذه، إنه ليش ما ندمج التراث هذا ونوصله للأجيال الجديدة. يعني في رؤية المملكة 2030 وفي جودة الحياة كان التركيز على الثقافة وعلى التراث، فحنا حبينا نستنبط الفكرة من المنطلق هذا ونعرفها للأجيال القادمة كاملة. خلني أمر خلني أمر. مشاهدينا مكملين معاكم، ولكن فاصل قصير ونرجع لكم.